الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأكمل لنا دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته. في هذه الأيام المباركة من كل عام تتجدد فريضة العمر وأحد أركان الإسلام، ألا وهي فريضة الحج، الحج إلى بيت الله الحرام، الحج الذي هو دين الله على كل مستطيع من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أيام الحج يوم عظيم، يوم كرمه الله وعظمه ورفع قدره، وهو يوم عرفة. أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله: وشاهد ومشهود، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وهو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم علينا نعمته وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. يوم عرفة يباهي الله سبحانه وتعالى عباده ويغفر لهم، فما رؤي الشيطان أو رأى الشيطان في يوم أحقر ولا أضحر ولا أذل منه إلا في هذا اليوم، يوم عرفة، لما يرى من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعفوه عنه. وفي هذا اليوم، اليوم المبارك العظيم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة سميت بخطبة الوداع، خطبة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة بسيطة سائغة. هذه الخطبة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واحتوى أو ذكر في هذه الخطبة مبادئ إنسانية ومعان عظيمة شملت هذا الدين وشملت معالمه. استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم اليوم، العالم الذي يجتاحه العنف وتجتاحه الكراهية ويجتاحه الظلم، بدلا من أن يجتاحه التسامح والمحبة والعدل. من المبادئ التي انطوت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحدانية الله عز وجل، ووحدانية أصول خلق الناس، والمساواة، ورفض التمييز، ورفض العنصرية. فالناس متساوون، فلا فرق بينهم على أساس الدين أو الجنس أو اللغة أو الغنى والفقر أو الصغر والكبر أو الذكورة والأنوثة. يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم هذا؟ يوم، قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا قد بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
ليبلغ الشاهد الغائب. من المبادئ التي احتوت عليها خطبة الوداع حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. هناك أناس لا تبالي بشيء في سبيل غايتها أو في الحصول على غايتها، ربما بنت مجدها على أنقاض الآخرين، وبنت غناها على فقر الآخرين، وبنت عزها على ذل الآخرين، بل ربما بنت حياتهم على موت الآخرين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم، إلى آخر الحديث. من المبادئ